خويا حنا انا جي ساعه على غفله كيبان لي الدري مسكين مخشي لي الفيزيك في عينو. لا حول ولا قوه ما انا تحركت من هنايا يعني. انا بغيت كنعشقو فينا امو باش نجبدو لي الفيزي من وجهو ما عينا بالمانط ما عينا والو الفيزي شاعل واحد الحاله لا يرشى لها خويا لا اله الا الله وصافي الله ياخذ الحق في اللي في دخلت شي لبلاد هادي والله عمرنا شفنا هادشي في حسنيه نهائيه اول نهار اول كارثه بمعنى الدري مسكين الحاله لا يرشى لها ما تقدرش تشوف هذاك المنظر نهائيا اخويا الدري واقف مسكين ما واقف تلصق لي الفيزي في وجهو لا راه باقي صغير واه شي باش غيضربك 12 سنه راه ما الدري مازال ما كيعرف والو باقي ما عارف والو مسكين ما وكنطلب من الناس المسؤولين يديروا شي حل لهذا الشيء اللي كيدخل للبلاد راه عيب راه تشرف بزاف هذيك النهار ماتوا جوج في سيدي مومن في كازا بهذا الشيء او دابا الدري مسكين في المحمديه عمرو طرا هذا الشيء في المحمديه دري صغير ما كدوش على واحد اللي صغير ماشي زعما حروبات ديال تيران ولا شي حاجه ها هو نقاش بسيط شوف لي مصر عارفين شنو المخاطر ديال هذا الشيء والله ما كذبش عليك خويا بالنسبه لهذا هذا يعني شوف فجاه اي واحد غيطلقها كيما غيحسبوا انه ولده ولا غيحسبوا يعني شي واحد من فرد العائله انا ما تقبلناش الناس يعني الشاب يعني في راي عال شاب ديالو يعني عنده واحد المستقبل ولكن قضاء الله عز وجل حنا ما كنتعارفوش مع قضاء الله عز وجل ولكن مثلا في المسائل اللي كتوقع في الاحياء الشعبيه حنا كنعرفوا ان الفيزي واحد الماده محظوره وكتستعمل غير يعني داخل البحار على قبل يعني واحد الخطر معين يعني كاختفاء البحاره الى اخره ولكن ملي كنشوفوا في احياء شعبيه هنا كاينه ايادي خفيه هاد الايادي خفيه شكون هي ما كيعلمها غير الله عز وجل وحنا كنديروا واحد النداء يعني للسلطات سواء داخل مدينه المحمديه او خارج مدينه المحمديه وخصوصا على الابواب عاشوراء انهم يعني يخدموا يدا على ساق باش يمنعوا من هذه المساله دي. اليوم هاد الدري هذا غدا يقدر يكون ولدي ولا يقدر يكون ولد شي مسؤول يكون غير دايس الى اخره لذلك حنا كنندوا هذه الجريمه هذه الدري مسكين يعني ضحيه ديال واحد الاسرتين ربما عندهم شي سؤال مطروح وبين قوسين يعني بين عارضتين كما كنقول الاخوه الكرام ان الدري يعني ضحيه ديال واحد المشحنه كانت هنا الاخوه الكرام حنا كنقولوا يعني ان السلطات انها دير واحد المجهود باش انها تمنع مثل هذه الجرائم اللي كتوقع في الاحياء الشعبيه علاش ان من هذه الجرائم ما كنلقاوش يعني في الاحياء اللي ديال الناس الهاي وديال الناس كلاس يعني كنلقاو في الاحياء الشعبيه اللي كيوقعوا فيها مثل هذه الجرائم هذا انا كمواطن يعني الاخوه الكرام ما كان حنا سميتو ما بغيناش هذه المسائل يبقاو يوقعوا في الاحياء الشعبيه وكنتمناو من ان الوالدين حتى هما يعني يديروا واحد المجهود باش يربوا الابناء ديالهم كنعرفوا ان يعني في هذا العصر ديالنا ولاو تيقولوا يعني حتى ان الولد ولا كيغلب الوالدين ديالهم حنا الا كانوا الوالدين غلبوهم ولادهم يخلوا المخزن يربيهم وهذا نداء للشباب انهم يبدلوا من الثقافه ديالهم يحاولوا انهم يوعوا ولادهم لان الدنيا الاخوه الكرام الدنيا فائته يعني سواء بهذا الشيء اللي كتوقع ديال اللاعب اولا بالضحك الانسان يحاول ياخذ واحد المسار اللي غيبني عليه الحياه ديالو ما يبقاش مقابل يعني هاد المسائل ديال عاشوراء والمسائل يعني ديال هاد الكرانات او هاد الفيزي ولا شيء هادشي راه كيودي غير بالخطر اما الحبس اما الروضه هو هنا ملي غتوقع هاد الواقع هادي كنت انا واقف لهجه الجامع واقف تما كتسنى واحد الدري حتى كتسمع صوت ديال الفيزي كيطلق فين فوق كندور انا كتبان لي الحمور كتبان لي الدري كيتلاهو حنا عباطك خويا ملي جينا شفنا شي حاجه اللي ما تشوفهاش ما عمرنا مشنا في هاد الحسنيه كن واقفين هادو في الناس ديال الاسعاف تما في هذيك البلاصه واقف هذاك الدري كيبان لي عباد الله مجموعين ملي كنشوف الدري كيبان لي الدخان كيخرج لي من نيفو ومن الريحه كتشم كثر من واحد الدخان فيه كتخرج منه ملي جينا زين الدري مطلعين اللومبيلونس شوفوا في واحد الحاله تما ما تقدش حمل تشوفها عيني من الوليد باقا صغير كيف ما كنعرفو عنده 11 عام مع 12 عام الله يرحمه ويوسع عليه والله ياخذ حق هادو اللي داير طلقات فيزي ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه